لازم يبقى الواحد عنده يقين في الله طبعا، لازم ويبقى عنده حسن ظن في ربنا طبعا. طالما عندك حسن ظن في ربنا، ربنا هيبقى عنده حسن ظن. ولا مرة جلت منك يعني، ولا مرة لا يعني. انا هقول انا كان نفسي جدا ان انا اقعد معاكم. لا بجد فاهم بيشتغلنا. قلت ماشي اول ما قالوا لي انا قلت ايه رايكم عشان استاذ اول الحلقه كده ايه ياخدنا على الهادي. احنا كان نفسنا اكتر نقعد معاك بس هيهات على فكره. هيهات ايه؟ هيهات تشتغل. هيهات هيسوم. طب انت مراتك من انهي نوع؟ اللي الكسوفه اللي ما بتعرفش تقول لا، واللي بتيجي على حالها وتعمل حاجات سواء مثلا لعيلتها لاصحابها ليك، ولا لا ست عندها اريحيه وتقدر تقول لا، وتكوينها النفسي انه لما بتحس انها مش مستريحه بتقول لا؟ بص هي طالما ارتبطت بيا بالدماغ دي اكيد هي مغامره طبعا. بس هي ايه بتقعد بقى ايه تضرب مارشدير كتير ازاي يعني مثلا ابقى انا عايز انتج فتروح مفرملاك تقول لي لا، طب والفلوس، طب والمام والولاد، بس انت انتجت فعلا وخسرت حضرتك الحمد لله وانتجت تاني يعني انا مؤمن بشيء. انا العمر ده أنا يعني العمر انت هتعيشيه مره، فعيشيه زي ما انت عايزه صح.